كتبت وصيتها وجهزت مرقدها ورفضت حضور الإعلام جنازتها. أسرار وحكايات تظهر لأول مرة، مواقف صعبة وأحداث مؤلمة أخفت سرها عن الجميع حتى عن نجلتها. ماذا فعل بها طبيبها الخاص؟ ماذا قالت الفنانة السورية وفاء موصلي عن أغرب المواقف التي عاشتها بعيدا عن الأضواء؟ وماذا فعل بها طبيبها الخاص ليجعلها تعيش ما تبقى من حياتها هكذا؟ وكيف أوصت بمالها بعد الرحيل؟ وفاء موصلي التي يشاهدها جمهورها خلف الشاشة في أزهى صورها ذاقت الكثير من الأوجاع وفضلت الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن فجأة ضاق صدرها وقررت البوحة. وفاء من مواليد نوفمبر لعام 1959، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق. كانت بدايتها الفنية عام 1980، وبعد عام 2000 عينت كمديرة لقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. ارتبطت بالفنان جمال سليمان واستمر معا 7 سنوات، ثم انفصلا لترتبط بعدها من طبيب يدعى سامر، وأنجبت نجلتها الوحيدة نايا من أشهر أعمالها: على قيد الحب، أيام شامية، حارة، نسيها الزمان، باب الحارة، حارة القبة، بقعة الضوء، طاحون الشر، وغيرها من الأعمال. ما زالت وفاء تذكر يوم أن تعرضت لموقف صعب قبل سنوات، عندما نسي أحد الأطباء إبرة أثناء خضوعها لعملية دقيقة. تقول: كان لدي مشكلة صحية وكان وزني سيزيد كثيرا، خضعت لعملية وكان هناك طبيب مسؤول عن عدد الإبر، لكن يبدو أنه نسي إبرة أو وقعت منه سهوا ولم يتمكن من إخراجها. لم أشعر بشيء بعدها، وتكون حول الإبرة غشاء سميك فهي لا تتحرك ولا تؤذيني. الفنانة كشفت مفاجأة لأول مرة وقالت إنها جهزت مرقدها وكتبت وداعا وهي على قيد الحياة، بل وكتبت وصيتها في نقابة الممثلين وحددت مبلغا من المال ولمن ستعطيه. طلبت أن تكون مراسم وداعها بسيطة لأن الجمهور الآن يركز على ملابس الفنانات ومن ذهب للمراسم ومن لم يذهب، ورفضت وجود إعلام يوم رحيلها وقالت: أريده يوما روحانيا. وفاء موصلي قالت: خضعت لعملية أخرى، كنت أخفي تعبي عن أقرب الناس حتى عن نجلتي، لم أخبرها بأني سأجري عملية. بررت فعلتها بأن ابنتها مهندسة تعمل في دبي وخافت من أن تخبرها وتأتي إليها وهي لا يزال أمامها وقت طويل للحصول على موافقات من الأطباء قبل إجراء العملية، كما أنها كانت ستؤثر عليها إذا رأت فيها الخوف والقلق. وحتى أشقاؤها لم تخبرهم جميعهم عن حالتها، ورغم ما مرت به من ألم لم يثنها ذلك عن السير في طريقها لإتمام مسيرتها الفنية بالشكل الذي تريده. خلال تلك الأزمات قدمت أعمالا فنية ما زالت خالدة في وجدان المشاهد. تقول وفاء إن تلك الأحداث أصبحت مجرد ذكرى لديها بعد أن تجاوزتها بالصبر والعزيمة، ولكنها لن تتمنى عودتها أو تكرارها مرة أخرى في حياتها.